اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل عام وحضراتكم بخير، كل سنه والشعب المصري بخير وسلام، والشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه بخير وسلام يا رب العالمين. وقفت عرفات النهارده كل ست بيت مش فاضيه، ما عندهاش وقت للامانه، وفي بكره فته وفي لحمه وفي زحمه وفي عيديات وفي ناس تعيد على بعضينا وصله الرحم وجبران الخاطر. دور الشيف المغازي النهارده يعمل شويه حلويات وتعملهم من النهارده، يفضل يعني يبقوا عندك موجودين الصبح. احسن ما تقولي لجوزك هات دسته جاتوه او هات تورتايه، هات لنا شويه حلويات. ايه المشكله لما تعملي صنف من اللي انا هعمله؟ مش مطلوب منك تعملي الاربعه دول مثلا يعني. عندي النهارده بسكويت بالبرتقال، عصير برتقال، بشرة برتقال، شوية زبدة، التركية بتاعت المغازل اللي تخلي البسكويت مقرمش ولطيف وزي الفل. معانا القرص الطرية اللي بتتعمل بالتمر أو بالعجوة، لطيفة وجميلة، وإحنا عندنا التمر والعجوة بتاع الواحات وسينا عند البقال عند الفكهاني موجود. هتجيبي دقيق وزبدة وسمنة بلدي وتعملي شوية قرص حلوين. معانا كمان مهلبية بالشوكولاتة، انا بعشقها مهلبيه بالشوكولاته دي، بقت لطيفه كده بعد الفته بكره الصبح او بعد كبده الخروف، ناكل شويه مهلبيه بالشوكولاته لطيفه وحلوه بطعم الفانيليا. وما تنسوش كمان النهارده معانا جوز الهند. جوز الهند لما بتتعمل شكلمه او بتتعمل بسكويت برضو بتبقى طعمها لطيف. انا اخترت الحلويات السهله اللي تقدر كل ست بيت في الريف المصري في الصعيد المصري في كل انحاء العالم تعملها بدون تكلفه وبسيطه وسهله. لو رحت لواحد حلواني او محل حلويات او محل اشهر محلات الحلويات مش هتلاقي الحلويات اللي انا عاملها النهارده. سهل جدا تلاقي تورتايه وتلاقيها باسماء مختلفه وتلاقي جاتوهات وتلاقي حاجات كتير قوي احسن من اللي انا هعملها، بس طعم ايدك وحلاوه ايدك يا امي وبركه ايدك ده موضوع تاني يختلف. فعايزك تعملي الحلويات بتاعه العيد الكبير غير فته العيد. نرجع للفطاير او للقرص الطريه، دي شغلانه وانا سايبها للاخر بصراحه لان هي شويه غلبه زي الفل، سايبها للاخر علشان احنا هنتكلم عن تفاصيلها واتعملت ازاي. بس التايم بتاعنا بتاع الحلقه عشان نعمل فيه القرص ابقى كذاب لو قلت ان احنا نقدر. دي لازم تتعجن تتخمر مر مع رائحه التخمير وحاجات كتيره قوي. هنشوف مقاديرها على الشاشه وهنعجنها مع بعض، احنا ما ورناش حاجه. مقادير القرص الطريه على الشاشه، شويه تمر او شويه عجوه من عند الراجل الفكهاني او البقال موجوده، بتاع الواحات او بتاع سينا حال خير ارضنا، ومعانا دي كوبايتين وشويه سمسم وزبده وخميره وسكر وقرفه ناعمه وسمنه بلدي، وهي السمنه البلدي العنوان، وحبه البركه اذا انت حبه او سمسم، البعض بيحط عليها حبه البركه والبعض بيحط عليها سمسم، انا بصراحه بحب حبه البركه عشان البركه تعم علينا كلنا، ورشه الملح الحلوه، مقاديرها كتير قوي على فكره. دي بتتعمل في الريف المصري وبعض بيعملها باللبن الرايب. اللبن الرايب غير الزبادي. بيعجنوا بيه العجينه القرص الطريه دي بتبقى لطيفه وبتبقى طريه جميله جدا. والله انا كانت ام رحمه الله لا تعملها كنت اخد منها، وكنت انا بسافر كنت بشتغل في القاهره اخد منها صينيه كده واخد منها شويه اتن ناكل واحده وما شحتش منها حاجه ادي لاصحابي بس، لان كل اللي باكل فيها شم ريحه امي فيها والله العظيم. الكلام ده بيحصل لغايه دلوقتي في الريف المصري والصعيد المصري، تلاقيك مسافر ورايح يلا يا دنا امي خد شويه قرص تقعد تاكل فيهم وبتقعد كده ايه البركه، هي دي البركه. احنا عم نعملها النهارده وانا مش هعملها طبعا احسن من حضراتكم لان انتوا اشطر مني في عمايلها كل الامهات اللي بيتابعوني دلوقتي وخاصه في الريف المصري والصعيد المصري. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. احنا هنعجن العجينه، بس قبل ما نعجن العجينه احنا عاملينها وجاهزه لازم تمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى بعد العجين مباشره، المرحله الثانيه التقسيط، مش التقسيط اللي هو تقسيط ثلاجه، لا تقسيط اللي هو نقسط العجينه. نقسط العجينه يعني دي لغه الخبازين بقى البكري اللي هو يتقطع بالشكل ده كده. التقطيعه دي مطلوبه، يعني بتقطعها كده وتتخمر زي ما هي بحيث لما تضغط عليها تاخد الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. معانا المخرج الشاطر الاساتذه المصورين حبايبي كل سنه وانتم طيبين. دي المرحله العجين هنعجنها مع بعض. والله انا مثبت ايد اهو حاضر والله جدع يا شفيق. هاي العجينه عجناها دي مراحل ثلاث مراحل، وبعدين بتتعجن بنسيبها تتخمر نص ساعه، بعد التخمير بنقسط العجين نقطعه كده، بعد التقطيع دي بنفرده في الصينيه غلبه غلبه ونفرده في الصينيه ونعمل فيها الحركات الحلوه دي بالشوكه وبالسكينه والتخريمه دي ونسيبها تتخمر تاني نص ساعه. يعني هيعمل القرص دي عايزه ساعتين من الوقت، فطبعا الوقت بتاعنا كله مشف 45 دقيقه بالعافيه خدت بعد ما نشرب قهوه وكل حاجه. فانا بقى طبعا عملت كل ده وهنعمله مع بعض. حلو الكلام. دي العجينه انا هدخل الفرن دي تستوي. حلو الكلام واحنا مع بعض.
بسكويت. اه دي العجينه ومعانا مستوي على فكره اه في الفرن. يبقى دخلنا القرص الطريه في الفرن والبسكويت في الفرن. اه تمام، نقفل الفرن. تمام، تعالوا. اه القرص الطريه شفت على الشاشه حلوه ازاي، بتتكلم مصري، معموله بسمنه بلدي، تشميها تقطع القرصه من هنا تشم ريحه السمنه فيها، ممكن نفطر بيها الصبح يوم العيد الصبح تبقى لطيفه، على ما ندبح مع كوبايه شاي حلوه كده نديها للجزار على ما يدبح، وده بيحصل والله لغايه دلوقتي. تعالوا نعجن العجينه بتاعتنا، ده اللي يهمني عشان نعجن العجينه القرص الطريه. مقاديرها شفناها مع بعض، هنجيب كسروله زي دي كده، نحط السمنه البلدي، سوري الزبده، ونحط السمنه البلدي، هي روحها سمنه بلدي، روح القرص دي سمنه بلدي. اه ونقلب السمنه البلدي مع الزبده. طب ليه يا شيف مغازي سمنه وزبده؟ سؤال. وجود الزبده مع القرص هيخليها لك طريه. اه وشويه حليب. حلو، دي طريقه انت ممكن تعملها احسن، انا قلت لك انت هتعملها احسن مني بس انا بشتغل كده. اه شويه الملح. حلو، شويه القرفه الصغيرين كتريش يعني بس كده جوه العجينه. وعندنا الخميره بتاعتنا هندوبها في بوله صغيره، في بوله صغيره مع شويه سكر. علل ولماذا؟ علشان الخميره تطلع بسرعه. اهو عايز الخميره تشتغل، حط عليها شويه سكر، مش تاخد منك وقت. اه وعايز تعرف الخميره حلوه ولا مش حلوه، اول ما تحط عليها الميه اشتغلت معاكي، وادي ميه سخنه كمان اهي الحمد لله. عايزه تعرف ان هي حلوه معاك ازاي، اول ما تحط عليها الميه تلاقيها فارت، اعرف ان الخميره بخير وسلام. اه بص هي دي الفوره دي، بص لها هي دي، دي اللي انا اقصده، بتعمل لك رغاوي، ما عملتش رغاوي تبقى الخميره مش ايه مش ظابطه واخده رطوبه، لان احنا كلنا بنجيب الخميره وننساها. اه كده الخميره هتشتغل بسرعه في العجين. اه بس دي الخميره مع السكر على جنب. حلو الكلام. طيب نعجن المقادير دي مع بعض زي الفل. تمام، اه ننزل بالدقيق، ننزل بالخميره بتاعتنا ونعجن العجينه مع بعض. انا حابب اسيبها للاخر علشان ايه، اه دي عجينه القرص الطريه على طريقه الشيف المغازي، زبده سمنه اه رشه ملح، هتاخد دقيق تاني. اه مش لازم عجانه. اه العجينه بتاعتها قوامها بيبقى زي قوام عجينه البيتزا، خلي بالك. شفت انا سايبها للاخر. اه بعد ما بتعجنيها العجينه دي كده وتقلبي كل حاجه سيبيها نص ساعه او ساعه زمن، بعد الساعه دي بتقسطيها المراحل، او دي رقم واحد، تاني مره بنقسطها بالشكل ده كده، تالت مره بتفرديها شكل القرصه وتحط عليها حبه البركه او السمسم وتاخد شكل، وسيبيها برده نص ساعه وبعدين دخليها الفرن تستوي. دي المرحله بتاعه العجين. اه عشان وقت البرنامج بتاعنا فاحنا عاملينها ومجهزينها. اه دي العجينه زي الفل. اه عيني. حاضر، ادي العجينه. تمام اه تمام كده العجينه وصلنا لمرحله ان احنا قلبناها مع بعض. انا بشرح لك الحاجات اللي انت حابه تعمليها عشان ما توقفيش قدام حاجه واحده وبس. حابه تعملي مهلبيه اهلا وسهلا، حابه تعملي الشكلمه اللي عملتها وحلاوه جوز الهند اهلا وسهلا برغبتك. انا هطلع كل حاجه من الفرن عشان نبقوا شايفين الدنيا ماشيه ازاي معانا. اهو مخرجنا بقى يجيب اللي هو حبه. قرص طريه ماشي، سجاتك سجاتك يا عم الشيف. اه حلو. حلقتنا النهارده عنوانها اللي بنى مصر في الاصل حلواني، يوم وقفه عرفات. كل عام وحضراتكم بخير، كل سنه وانتم طيبين. لازم نهدئ البيت ونروق الامور في البيت عشان نستقبل ضيوفنا ونعيد على بعضينا. حبيتها تكون حلويات بسيطه وسهله ومن قلب البيت او من الثلاجه، استخداماتها كلها دقيق وبيض وشويه حب. عملنا الشكلمه هي استوت معانا وجاهزه، البسكويت كمان جاهز هيخش الفرن ياخد 10 دقايق كمان، عملنا مهلبيه بالشوكولاته للاطفال الصغيرين وكبار السن، عملنا القرص الطريه الجميله تاكل صوابعك وراها جاهزه برده، محشيه جوه من جوه تمر او عجوه حسب الرغبه، ممكن تحط فيها ملبن
برغبتك. كل عام وحضراتكم بخير في العيد زي كل سنة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. لنا مفاجآت أنا مش هقول عنها، ولكن هي محصورة ما بين لحمة العيد، هتتعامل إيه بقى بالحاجات اللي إحنا بنحبها دايما مع الشيف المغازي، الاختلاف والتفاصيل الصغيرة اللي بتاخدنا لمعنى كبير وطعم جديد. كل مرة بقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، وبالنيابة عن كل فريق العمل في برنامج أكلة أم الشهير، من الأساتذة المخرجين للإدارة للمصورين للبروديوسر للفنيين للمساعدين، بنقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعده الله علينا وعلى كل الأمة الإسلامية بالخير واليمنى والبركات، ومصر بخير وسلام إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.